وأعطيكم معنى أيضا في العرصات، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، بقدر ما تتصدق بقدر ما يكون عندك من الظل يوم القيامة، يظلك من حرارة الشمس وهج الشمس. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ظل في الجنة. الجنة أيها الأحبة من المعلوم أنه ما فيها شمس ولا فيها زمهرير ولا فيها حرارة، فما هو ظل الجنة؟ ظل الجنة زيادة في النعيم، وكما قرأ أخونا الشيخ نواف قول الله عز وجل: وظل ممدود. ظل الجنة ظل ممدود، ما هو زي ظل الدنيا. ظل الدنيا وإن كان نعمة لكنه يمتد ثم يعود وينتهي، لكن ظل الجنة ظل، قال الله: وظل ممدود. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وظل ممدود، قال: شجرة في الجنة لها ظل يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. ظل ممدود وزيادة في النعيم، يخرج أهل القصور وأهل الخيام يجلسون في هذه الظلال. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اسمع إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يعمل من أجل هذه الظلال، اسمع إلى قصته. عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه، يقول جابر ابن عبد الله، يقول: استدعاني أبي ليلة أحد فقال: يا بني، إنني سألقى العدو غدا. وجاءه أيها الأحبة سبحان الله شعور كبير جدا أنه سيقتل في أحد. قال: يا بني، إنني سألقى العدو غدا وما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني، إن علي دين فاقض عني ديني. يا بني، إنني لا أترك بعدي أعز علي منك. يا بني، أوصيك بأخواتك خيرا. وكان له 7 من البنات، وجابر أخوهم. يا بني، أوصيك بأخواتك خيرا. فنظر إليه جابر، قال: يا أبتاه، اجلس مع البنات وأنا أكفيك الجهاد وأجاهد غدا عنك. قال: يا جابر، لو كان غير الجنة لآثرتك به، لكن هي الجنة. ويصبح الصباح وفي صبيحة أحد اغتسل عبد الله رضي الله عنه وتطيب وخرج مع الناس حاملا سلاحه. خرج أيها الأحبة، ويقدر الله سبحان الله أنه من أول من قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصيب بجرح عظيم غائر في وجهه وسقط على الأرض في أول المعركة، والسيوف تلتقي والرماح ترمى، وهو قد سقط على الأرض، دماؤه تنزف وجرحه غائر في وجهه. فلما انتهت المعركة يقول جابر: جئت أنظر إلى أبي. يقول: فإذا به قد جرح جرحا عظيما في وجهه ودماؤه تنزف وقد فاضت روحه إلى الله. قال: فأخذت أبكي عليه بكاء شديد. قال: وجاءت عمتي تنظر إلى أخيها عبد الله وأخذت تبكي بكاء شديد. قال: فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله يا إخوان، هذا الرجل الصحابي الجليل عبد الله بن حرام منذ أن سقط على الأرض، مع أنه لم يسقط تحت شجرة ولا تحت بناية، سقط على الأرض في ساحة المعركة، لم تصل إليه أشعة الشمس، استظل بظل. ما هو هذا الظل؟ يقول جابر: فمر بي رسول الله وأنا أبكي وعمتي تبكي، قال: يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ والله ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. جاءت الملائكة وأرخت أجنحتها على عبد الله وهو ينزف، فأخذت تظلله بهذا الظل، تظلله بأجنحتها: يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ والله ما زالت الملائكة تظللها بأجنحته حتى رفعتموه. ثم قال: يا جابر، يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ والله لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. الرجل سقط على الأرض والله يكلم من فوق سبع سماوات: يا جابر والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. اسمع إلى الخطاب الذي كان بين عبد الله وبين ربه سبحانه وتعالى. قال: يا عبدي لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: يا عبدي، يا عبدي تمنى، يا عبدي تمنى. قال: يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الله: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي عني، أخبر جابر بخبري، أخبر البنات السبع بخبري، أخبر من ورائي عني. فأنزل الله الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. كان في المعركة هذه رجل آخر اسمه عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح أيضا له قصة مع أبنائه. عمرو بن الجموح أيها الأحبة كان يعرج عرج شديد، عرج بين، لما يمشي ما يمشي مشية سوية، يعرج عرج شديد. فقال له أبناؤه: يا أبتاه، الله عذرك عن الجهاد، ليس على الأعرج حرج. فذهب إلى رسول الله يشتكي إليه، وجاء أبناؤه قال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني الجهاد. فنظر إليهم قال: لم تمنعوه؟ قالوا: يا رسول الله، أعرج ويثقل عليه السير في المعركة. فالتفت إليهم قال: يا رسول الله، والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. انظر إلى الهمة العالية، انظر إلى الهمة العالية، والله يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. فتأثر صلى الله عليه وسلم، التفت إلى أبنائه قال: دعوه لعله أن ينال الشهادة. ودخل المعركة، وبالفعل استشهد مثل عبد الله بن حرام في أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر ادفنوه، يعني عبد الله بن حرام، ادفنوه وعمرو بن الجموح في قبر واحد. قال صلى الله عليه وسلم:
فإنهما كانا في الدنيا، اسمع إلى العبارات النبوية، قال فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافين. كان كثير ما يمشي عبد الله بن حرام مع أخيه عمرو بن الجموح، كان يجلس معه كثير، يقرأ معه القرآن، يدخل معه المسجد، يذهب معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافين. وهذا معنى في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، وبالفعل تفرق عليه على أرض المعركة، وكلهم فاضت روحه إلى الله وتفرقوا. رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فدفنوا في قبر واحد. يقول جابر وكان أبي قد أصيب بجرح عظيم في وجهه، يقول فوضعت يده على وجهه على موضع الجرح وربطت عليه لفافة، يقول وجعلنا عمرو بن الجموح إلى جواره في القبر. يقول ابن سعد وبعد 40 عام، وبعد 40 عام قال ابن سعد سال سيل في المدينة ومر السيل على المقابر، ففتح أكثر المقابر وجرفت أكثرها مع السيل. قال جابر فذهبت أتفقد قبر أبي، يقول فأتيت وإذا بالسيل قد فتح القبر، قال فنظرت فإذا أبي وعمرو بن الجموح إلى جواره، قال والله ما تغير منهما شيء. يقول فنزلت إلى أبي فتحت عنه اللفافة فإذا بيده على موضع الجرح، قال فرفعت يده فإذا بجرحه يثعب دما بعد 40 سنة، قال والله ما تغير منهما شيء. اللهم اجعلنا من أهل ظلال الجنان. أختم أيها الأحبة، ظل في النار، كيف ظل في النار؟ النار ما فيها ظل، النار حميم ويحموم وسعير وزقوم وجحيم، فما هو ظل النار؟ ظل النار عجيب أيها الأحبة، أهل النار يأكلون طعام أهل النار فيقطع ما في أمعائهم، ويقف لهم في حلوقهم فيتذكرون أنهم في الدنيا كانوا يجيزون الغصص بالماء فيستغيثون الله، يريدون ماء، فيرفع لهم الله أمثال السحب دخان عظيم، ويقول الله لأهل النار انطلقوا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. إيش معنى يا إخوان ذي ثلاث شعب؟ ما معناها؟ ذي ثلاث شعب يعني ذي ثلاث أدخنة، دخان في اليمين، دخان في الأعلى في الوسط، دخان في الشمال، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، دخان عظيم، فيراه أهل النار فينطلقون إليه، يظنون أنها سحب ستنزل عليهم الماء والغوث من الله عز وجل، فلما يصلون إليها فإذا هي ليست سحب وإنما دخان النار، ودخان عظيم ذي ثلاث شعب، ويصلون إليه فإذا لا ظل ولا ظليل ولا بارد ولا كريم، وظل من يحموم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. فلما يصلون إليه فإذا بالدخان يأتيهم من أعلى ويأتيهم من أسفل منهم، هذه الظلال تظلهم بماذا؟ بالدخان والعذاب والأليم، فتشوي وجوههم وأجسادهم، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل
ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وظل من يحموم، قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله، قال اليحموم في اللغة الشديد السواد، قال وهو مأخوذ من الحمم، قال وهو الفحم، فكله يحموم وحمم ودخان وعذاب، ومن فوقهم ومن تحتهم، كل هذا ظل النار، نعوذ بالله من النار. فيا أحبابي أختم لك بكلمات: استظل في الدنيا بظل المساجد، استظل في الدنيا بظلال القرآن، استظل في الدنيا بظل الطاعة والإيمان والصلاة والصدقة والإحسان والقيام، يظلك الله في ظل عرشه ثم يدخلك الله ظلا ظليلا.